السلام عليكم يا دولا. لا خلاص يلا رمزي يلا. اهو يا دولا عبال بقى ما الكباب والكفته اتعملوا بقى يا عم. اهو ده سخن مولع. اه الله نقعد نشم طول اليوم يلا يلا. اهو يا دولا. بالراحة بالراحة. افرد 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 افرد. انت جعان قوي كده دولا؟ جعانين جدا يلا. كويس خد انت واحد طحينة وانا واحد طحينة. يا دولا ده انا كده بقيت دليفري يا عم بقى. انا خامس مرة اجيب لك يا دولا اكل. ودي فيها ايه ده انت مش بتقعد تاكل معايا؟ اقعد 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 اقعد. ريحته فظيعه يالا ريحته فظيعه. هو مش القصد يعني يا دولا ان انا يعني احسدك يعني وكده لا. انا قصدي يعني ان الاكل ده يعني بيجيب كوليسترول. كوليسترول؟ انت عارف يعني ايه كوليسترول اساسا يالا؟ لا يا دولا بس هو حاجه وحشه يعني كده وعشان كده بيلبسوا له بقى كستور. اقعد افتي 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 وضيع الاكل عليك اهو كباب وكفته هلو.